السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع المحاضرة هذه راح تتحدث عن الـ acute inflammation. ذكرنا introduction للمحاضرة السابقة، وذكرنا أن الـ inflammation تنقسم إلى acute and chronic اعتمادا على الـ duration مالتها والـ onset، إذا كانت rapid onset or insidious onset. فذكرنا انه الاكيوت انفلاميشن الانست مالتها راح تكون within minutes، يعني انت قاعد بامان الله راح تحس اكو فيفر صارت عندك، صار كونجستشن بالنوز، صار عندك رشح. زين، فكلها اكيوت حصلت within minutes، اللي هي الفلو اكزامبل على الاكيوت انفلاميشن. بينما البيشنت اللي عنده فور اكزامبل تيوبركلوسيس راح يبدي لو جريد فيفر اوفر ويكس، هو ما مهتم لها او ما كلش مضايقته، لو جريد مثلا بس باللي راح يحس بيها ورا ويك اور تو ويكس راح يحس صار عنده كاف، ورا شهر راح يصير عنده loss of weight، وراح يصير عنده anorexia. فهاي كلها chronic insidious، الأونست مالتها تدريجية وتصاعد بالساين والسمتوم مالتها. ذكرنا بالinflammation in general انه عندي الانفلاماتوري response راح تتضمن leukocyte وبلازما proteins وvascular response. زين، فالبروتينز مثل ما قلنا هي انتيبوديز او كومبلمنت كومبوننت. فالاكيوت انفلاميشن هي نفس الديفينيشن اوف انفلاميشن ان جنرال اللي هي بروتكتيف ميكانيزم، لكن الفرق نضيف لها انه هي رابيد ان اونسنت within minutes and last for hours or days. causes of inflammation in general تكلمنا عنها، هسه نتكلم عن causes of acute inflammation بصورة خاصة. infection طبعا بالacute والchronic اثنينهم. infection هنا قد تكون bacterial, viral, fungal, parasitic أو toxin of microbe. not necessary إنه الميكروب نفسه وإنما التوكسين مالته، مثل ما يحصل بالfood poisoning التوكسين مال البكتيريا قد يكون هو السبب. tissue necrosis from any cause for example ischemia. tissue necrosis due to trauma or due to physical injury or chemical injury. فالinflammation راح تكون acute هنا لأنه أكيد الانجري راح تكون rapid، فتكون الresponse أيضا rapid in onset. foreign bodies، بعض الفورم بوديز ممكن تعطيني feature of acute inflammation مثلا فتسلاية وثلاث بأصبعك، ايش راح يصير؟ راح يصير خلال hours راح تحس انه اكو redness و tenderness و hotness بالمكان. اوكي، بينما هذا ممكن اذا تجاهلتها الفورم بودي، مثلا دخل برجلك فورم بودي وتجاهلته ومرت أيام أو أسابيع على وجوده، زين، وما استخرجته، ممكن يتحول كرونيك، ممكن تتحول إلى كرونيك inflammation surrounding this foreign body. فإحنا قلنا الأكيو والكرونيك ممكن تبدي من البداية كرونيك أو ممكن تكون أكيوت تتحول كرونيك. immune reaction ممكن يكون أكيوت also called hypersensitivity reaction. نتكلم عن الميكانيزم اوف اكيوت انفلاميشن. عندي بيها 3 ميجر ايفنتس راح يصير عندي. اول ايفنت تصير هو التريشن بالفاسكولار كاليبر، راح يصير بيها زياده انكريز ان فاسكولار كاليبر اند انكريز ان بلاد فلو. طبعا قبل لا يصير دايليشن بالفاسكولار
كاليبر اللي دا نتكلم عنها هي المايكروفاسكوليتر، يعني الكابيلاريز، مكان اللي هي دي يصير نستموسز، مكان الانفلاميشن. عندي اول شيء راح يصير ترانزينت كونستريكشن، هسه انا ذكره بس نخلي ببالنا انه الايفنت هذا الترانزينت يعني خلال سكندز وينتهي، فلذلك دائما نقول اول ايفنت هو الفاسكولار كاليبر التريشن ترانزينت كونستريكشن فلود باي دايليشن، وراح يزيد كثير بلد فلو الان صار عندي دايليشن. اكو ستراكشرال تشينجز راح تتكون او تصير بالمايكروفاسكوليتر اللي هي المقصود بها الكابيلاريز. هاي ستراكشرال تشينجز راح تزيد البيرميابيلتي اوف ذيس كابيلاريز، so there will be leakage of plasma proteins and leukocyte from this vessel. الميجر ايفنت الثالثة هو الاميجريشن اوف ليكوسايت، هو هجرة الليكوسايت from inside the vessel to outside يعني للإكسترا فاسكولار سبيسز and accumulation at site of injury. يعني إذا سألتك عن الـ 3 major events راح نذكر ذولا، بينما إذا قلنا الميكانيزم in detail فراح نجي عليها هسه بالسلايدات القادمة. فهذا in summary وعندي details لازم نعرفها أيضا. هذا الفيجر يوضح كيف هنا عندي الـ arteriolar dilation congestion with the blood، بعدين هاي الـ leukocyte اللي هي عندي النيوتروفيل بحالة الـ acute inflammation راح يصير لها immigration and extravasation from the inside the vessel to the outside، بعدين يصير لها movement to the site of injury or of inflammation. Plasma proteins also there will be leakage of plasma proteins أيضا with the fluid راح تسوي لي إديمة. هسه نتكلم عن الميكانيزم ان ديتيل اللي تكلمناها على 3 ايفنتس راح نفصلها ونعرف شلون راح تصير. First of all vasodilation اللي هي the earliest manifestation اللي هي تجيني ورا فلو transient constriction of the arterioles few second constriction، شايف نفسك من تنجرح مرات تصير المنطقة مباشرة بيل كأنما ما بيها بلد صارت بسبب هالconcentration، ورا ثواني بالعكس راح يصير congested راح يصير vasodilation فيصير increase بالblood flow at the site of inflammation or injury، لذلك راح يصير عندي الهيت اللي راح أحسها hotness والredness اللي هي أسميها إريديما جاية من الcongestion أو increase in blood flow. ميدياترز هنا عندي اللي راح تسبب للفيزودايليشن هي الهستامين والنيتريك أوكسايد. صار عندي فيزودايليشن ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي وراها ستيسز. شنو سبب الستيسز؟ الستيسز هو معناه ركود بالبلد فلو at the site of inflammation. سببه هو loss of fluid and increased vessel diameter lead to slower blood flow. من the concentration of red cell and small vessels and increased viscosity of the blood. من طلع الفلويد صار عندي increase بالpermeability، طلع الفلويد بقالي ال RBCs داخل ال blood column فهاي تعطي زيادة بالviscosity، لذلك راح يصير عندي stasis راح تقل حركة البلد. نتيجة الستيسز the blood leukocyte principal neutrophils احنا ده نتكلم عن acute inflammation principal neutrophils accumulate along the vascular endothelium هذا راح اسميه margination. قلنا صار عندي ستيسز البلد كولوم اللي ده يمشي inside the vessel صارت الحركة مالته بطيئة، النيوتروفيلز أو الليكوسايت inside the blood
راح يصير لها مارجنيشن، راح تيجي ان كونتاكت وذ ذا فاسكولار اندوثيليوم. الاندوثيليوم هو اللايننج مال البلد فيزل، تخيلوا وياي. فراح تجي الليكوسايت ان كونتاكت وذ اندوثيليوم، هذا راح اسميه مارجنيشن، تصير على الحواف. وراها راح يصير عندي رولينج اند ادهيجن. الرولينج هو انستابل ادهيجن، بالبدايه راح تجي الليكوسايت ان كونتاكت وذ اندوثيليوم وشوية تتركة، شوية تعوف وشوية تتركة، هذا instable adhesion. الميدياتر مالته هو السلكتين. بعد شوية راح يصير عندي adhesion, firm adhesion of leukocyte to the endothelium. الميدياتر مال firm adhesion هو الانتجرين. صار عندي adhesion of leukocyte to the endothelium، ايش راح يصير؟ راح تحاول leukocyte to migrate through the vascular wall حتى تطلع، تسوي لي كسرافازيشن from the inside vessel to the interstitial tissue. هاي الموفمنت مالتها اسميها transmigration. transmigration ده تعبر blood vessel. زين، الميدياترز هنا هي كيموكينز act on adherent leukocyte and stimulate cell to migrate through inter-endothelial spaces. زين، من خرجت صار لها transmigration، كيف راح تتوجه؟ شو راح تعرف الليكوسايت المكان اللي راح توصل له؟ راح تعرفه عن طريق chemical concentration gradient. فراح تتوجه اكو كيميكال جريدينت، اكو كيميكال سبستانس اسميها كيموكين، هذا يعطيها التشو اللي بيه الانجري او الميكروب اللي داخل نفسه. زين، فراح عندها الليكوسايت ريسبتر لهذا الكيموكين، لذلك راح تتبعه وتتوجه على المكان مالته. الموفمنت راح تكون عن طريق فيلوبوديا مثل الاقدام، تمتد من الليكوسايت بعدين تسحب نفسها in the direction of the extension. كيف راح تخترق البيزمنت ممبرين مالت البلد فيزل؟ طبعا الاندوثيليال سيل اول شيء هي قدرت تفوت in between the endothelial cell because of increase in the inter-endothelial spaces as a result of contraction of the endothelial cell. يصير بيها contraction فالinter endothelial spaces تزيد، فراح تعبر الليكوسايت. يبقى عندي البيزمنت ممبرين، كيف راح تسوي له بيرسينج؟ عن طريق enzymes produced by the leukocyte اللي هي collagenases اسمها، فراح تخترق البيزمنت ممبرين، تسوي له destruction وتخترقه. اخترقته قلنا، وراها خرجت للإكسترا فاسكولار سبيسز، عندي العملية اللي هي اللوكوموشن أو دي ليكوسايت to the site of the inflammation according or along a chemical gradient أسميها كيموتاكسز. So after exiting the circulation leukocyte immigrate into to where the site of injury، هاي أسميها كيموتاكسز. كيف راح تصير؟ ذكرناها قبل قليل عن طريق كيمو اتراكتنت اللي هي عبارة عن chemical substances produced either exogenous أو endogenous. إذا exogenous produced from the bacterial products itself، endogenous from the inside our body such as cytokines, arachidonic acid metabolite and complement system component like C5. هاي موجودة بالبودي مالتنا نفسها، ممكن تعطيها الليكوسايت نفسها أو another inflammatory cell، فالبروسس كلها كيموتاكسز. احنا قلنا صحيح هي acute inflammation، the predominant cell بها هي النيوتروفيلز. من قلنا the predominant cell، إذا اكو another cells. النيوتروفيلز هي راح تكون بريدومينيت in the first 6 to 24 hour، بعد 48 ساعة راح تجي عندي المونوسايت.